تقييم أو التقييمات الوطنية حول مكتسبات التلاميذ تؤكد هذه المشاكل وتؤكد أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية، حيث أن المعدل المتوسط تقريبا 30% من التلاميذ ديال التعليم العمومي في السنة السادسة الابتدائي اللي تيتحكموا في المقرر الدراسي، وإلا مشينا للسنة الثالثة ديال الإعدادي تنلقاو بأن النسبة هي 10% ديال التلاميذ اللي تيتمكنوا من المقرر الدراسي، ومن طبيعة الحال ما يمكنش نكونوا راضيين على هاد النتائج. كانوا أيضا تقييم دولي اللي تم في سنة 2018 اللي أعطى تقريبا نفس النتائج، اللي تجعل بأن المغرب في واحد المرتبة ديال 77 من أصل 79 دولة اللي هي شاركت في هاد العملية ديال التقييم الدولي. هذا في الرياضيات. إلى خدينا القراءة تنلقاو بأن المكتبة 75 من أصل 79 دولة، وهادو من طبيعة الحال تأكدوا على هاد النتائج اللي كيف قلت غير مرضية. احنا قمنا خلال هاد السنة بداية السنة، وهذا من بعد الفترة ديال ومن بعد تأثيرات ديال جائحة كوفيد، لأن حقيقة كان عندها آثار على تعلمات التلاميذ رغم المجهودات اللي قامت بها الوزارة خلال هاد الفترة، والتقييمات اللي قمنا بها واللي شملت تقريبا 25,000 تلميذ في بداية هاد السنة، بينات بأن أنا أعطيناكم أمثلة هنا بأن تقريبا 23% إلى خدينا واحد نص باللغة العربية اللي هو فيه واحد 80 كلمة، واحد 23% اللي تتمكنوا باش القراءة ديالو بسلاسة، 30% إلى خدينا النص بالفرنسية اللي فيه تقريبا 15 كلمة، وانتم تشوفوا زعما كاين واحد عبر هاد مثال ديال النص، كاين تقريبا 30% من التلاميذ اللي تيتمكنوا باش يديروا يكون واحد القراءه اللي هي بسهوله ضروريه. والى خدينا واحد القسمه اللي هي بسيطه تقريبا 13% ديال التلاميذ، وهنا تنتكلم على التلاميذ اللي هما في المستوى الخامس ابتدائي، اي اللي عندهم تقريبا أربعة السنوات اللي مضاوها في الابتدائي. هذا تبين الوضعية اللي هي الآن كاينة، واللي من طبيعة الحال كل مجهودات خصها تنجندوا كل هذه المجهودات باش نغيروا هاد الوضعية، وهذا علاش هاد الإصلاح جاء باش يحاول يغير طريقة التنزيل الإصلاح وتأثير ديالو داخل القسم. إلى خدينا الموضوع ديال الهدر المدرسي، تلاحظوا بأن معدل الهدر المدرسي خلال الخمس سنوات الماضية راه تقريبا 300,000 تلميذ، 23% في الابتدائي، 53% ثانوي الإعدادي هو اللي فيه العدد أكبر نسبة ديال الهدر، و 24% في الثانوي تأهيل. إلى رجعنا لشنو هما كيفاش يمكننا لأن تشخيص مزيان، ولكن اللي هو أهم هو كيفاش يمكننا نصلحوا الوضعية وكيفاش يمكننا نحسنوا من المكدودية ديال المنظومة. خريطة الطريق جات بواحد التصور اللي هو في الحقيقة يقول احنا هاد الاختيارات استراتيجية راه الآن هي اختيارات مشتركة وكل شيء متفق عليها، وراه قانون الإطار وضع واحد هو قانون ملزم للجميع، وفي الحقيقة حدد واحد العدد ديال المبادئ وحدد الاستراتيجية.